السلام عليكم، انا احمد محمد كامل، طالب بجامعه اسيوط الجديده التكنولوجيه، كليه تكنولوجيا صناعه وطاقه قسم اي تي، طالب بالفرقه الثالثه، وانا واحد من تيم روبوتكس. وفكره الروبوت بتاعنا بتكمن فيه هو روبوت دفاع مدني خاص بالاستطلاع البشري واستكشاف تسريبات الغاز والحرائق. امكانيات الروبوت بتاعنا بتكمن في ان هو بيكتشف مكان وانواع الغاز المسرب بدقه باستخدام العديد من انواع السنسر المختلفه للعديد من انواع الغاز. كمان الروبوت بتاعنا مزود بكاميرا سنسور تشتغل بالاي اي. الكاميرا دي بتحدد لي اذا كان اللي قدامي ده نار، حائط، او عنصر بشري، وبالتالي اذا كان عنصر بشري بترسل الداتا والبيانات دي لفرق الدفاع المدني علشان تنقذ العنصر البشري. كمان الروبوت بتاعي ميزته يعني ان هو صغير في الحجم، فيقدر يوصل لاماكن رجال الدفاع المدني ما تقدرش توصل لها، وبالتالي انا برضو بقلل الخطر على رجال الدفاع المدني. الروبوت برضو فيه ميزه ان هو ممكن يتحكم بنفسه بالاي اي، او اما ان انا اتحكم فيه بريموت كنترول، وبالتالي ان انا اقدر برضو ان انا اشوف صوره حيه وبث مباشر للمكان او موقع الخطر، وبالتالي ان انا يعني عناصر الدفاع المدني تقدر ان هي تعمل خطه محكمه علشان تقدر تدخل للمكان ده. طبعا احنا ضفنا ميزات جديده للروبوت بحيث انه يقدر يستخدم في شركات البترول وشركات الكهرباء اللي بتشتغل بالوقود. ان هو بيبقى فيه كاميرا محدثه يعني بصوره اكبر، يعني الكاميرا دي ان هي بتقدر تصور صوره عاديه وصوره حراريه في نفس الوقت وتنقلها عن طريق ويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن ده بيوصل للعناصر الخاصه بالامن الصناعي في هذه الشركات يعني علشان يقدروا يتخذوا القرارات المناسبه. كمان الروبوت يعني طورنا فيه ان هو هيبقى فيه نظام ليدرا. نظام الليدرا ده بيرسم لي خريطه ملاحيه بالمكان اللي هو فيه علشان يقدر رجال الدفاع المدني يتخذوا. لسه ما اتفقتش تعالوا ورا احمد. بس كان اطفي بقى.